السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ازيكم احلى شباب؟ فيديو جديد من قناتكم احمد عوض بيس موبايل 2024. في الفيديو ده هنتكلم عن الباكجات اللي نزلت حديثة وفيها لعيبة اساطير بمعنى الكلمة، يعني اللاعب ممكن يوصل ل105 في الباكج اللي لسه نزلة امبارح. اول حاجة هنشوف ضربة الجزاء، حطها عالية، هو ان شاء الله مش هيجيبها، او في النص ما بتجيش على طول، ما بيعرفش يصدها. وبعد ما نشوف ضربة الجزاء هناخد الهدايا بيتكوينز، تمام، ممكن نفتح بيهم واحنا وحظنا. بس كل مرة بيجيلي 75 76. وبعد كده دخلنا على الهدايا، كده فاضل لي في الهدايا لاعبين اتنين، كوستا كارتا ولاعب كمان هو نيفيز. ان شاء الله نكسب اللاعب المدافع عشان كان اصلي مدافع. وبعد كده هنطلع ناخد بقية الهدايا اللي احنا سايبينها برا عشان نفتح بيها، نكمل ميد كوينز ونفتح بيهم على الباكج بتاع هالاند. هالاند في الباكج ده هيوصل 100 105 سرعته، يعني كل كرة جون، شوطة، سرعة، الكرة اللي يروح بقى جون على طول. هناخد الهدية دي بالمرة، بعد كده هنطلع نخش على قائمة اللاعبين الباكجات. عندك هذا أو الباكج بتاع هالاند وبالمر ويليامز، والباكج التاني برضك في واحد 105، يعني هيوصل 100 100، هيبقى هيوصل 105. وباقي الباكجات، باكج صلاح واللي هو بعقود الترشيح اللي هي 5 نجوم، لوكاكو، كيميتش، و بتاع اسبانيا والارجنتين. هنفتح على باكج هالاند وزي ما تيجي، جه 75 73 74 زي ما يجي. هو كده لاعب ضعيف طالما بشاير، يعني 74 زي اخواته، اركب مع اخواتك. بعد كده نطلع هنشوف هالاند، هالاند سرعته 105، وبالمر بتاع تشيلسي سرعته توصل 102 او 103، ويليامز سرعته توصل 102 برضك، والباكج التاني برضك فيه لاعيبة توصل 105 و104. ده من افضل الباكجات اللي هي بدأت تنزل في بيس موبايل 2024، يعني ما كانش فيه باكجات بتوصل للدرجة دي.